مع الصعود القسم الوطني باء تأهل دورة لقب بلاي أوف. هذا بعد تضافر جهود على الفريق كاع، طاقم طب، طاقم طبي، طاقم الفني، اللاعبين والإدارة اللي كانت سهرة علينا بلا حتى إعانات، حنا نعانوا. إن شاء الله ما نخيبوش الظن تاع المدرب تاعنا وتاع الجمهور تاعنا اللي جا سندنا حتى الدقيقة التالية. إن شاء الله نديروا بلاي أوف شباب، وإن شاء الله ربي يوفقني مع المنتخب الوطني ونكونوا في حسن الجمهور. ربي يحفظكم، شكرا. أولا نهنيو فريق سيدي الشحمي بالصعود تاعو للقسم الوطني إن شاء الله الأول الممتاز، خاطرش راح يلعب لي باراج ونتمناو يمثل المجموعة هذه أحسن تمثيل، خاطرش احنا معاهم كنا الند للند طيلة الموسم. الحظ كان معاهم، فازوا علينا في البليدة، وحنا اليوم جينا باه نحضروا معاهم الحفلة هذه. من فريقنا راح طلع للقسم الممتاز با، نشكروا اللاعبين اللي طيلة الموسم بذلوا مجهودات جبارة با قدرنا نلحقوا فريقنا للمستوى هذا، ويعطيكم الصحة انتم كذلك. المهم المقابلة هذه جات في ظروف حسنة، كانت الشوط الأول كنا سيطرنا بالطول والعرض على المقابلة، الشوط الثاني ما يخفالك باللي فريق سيدي الشحمي راهو يلعب في ميدانه، الجمهور تاعو راهو داير حفلة، كان ماذا به ما يخسرش المقابلة هذه، وإحنا كنا ذلك باغيين نولوا البليدة بنقطتين بالك نحتلوا المرتبة الثانية نحسنوا الترتيب تاعنا، والحمد لله والمقابلة جات في روح رياضية ويعطيكم الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد بناضور ابراهيم رئيس الرابطه الجهويه لكره اليد وهران الغرب، مرحبا بكم. اليوم رانا متواجدين في مقابله السيد الشحمي مع بليده، وانا بدعوتي من رئيس فريق السيد الشحمي انا حاضر هنا لشارك معهم المرتبه الاولى التي حتحصلوا عليها في البطوله، وهذه المرتبة الأولى يعني هما من المستوى ألف راحوا لكسلوس باء، وهذه المرتبة الأولى تسمح لهم بالمشاركة في دورة الصعود التي سيكون فيها الصعود لثلاث فرق من الأوائل ربع الأوائل. و نعم هذا الفريق هذا انا متتبعي منذ القدم، يعني هذا فريق هي مدرسه في كره اليد، يعني بدون جدال عن تحصلوا على كاس الجزائر عده بطولات ولائيه، واغلب اللاعبين تاعهم يعني من بلديه سيد الشحمي، هما في الحقيقه يقومون بعمل جبار في المستوى القائدي، ولهذا الثمار تاعهم اعطتهم الثمار بغير الفرق الاخرى تاعنا تاع المستوى الاول. وانا النداء اللي نوجه للسلطات يعني للسلطات المحليه والولائيه لولايه وهران هي هذا الفريق لازم له قاعه في بلديه سيد الشحمي، يعني بدون قاعه ما يقدروش يواصلوا العمل الجيد، لان ممكن تشوفوا هما بلديه الشحمي راهم يجوا لبير الجيل هنا باش يدربوا غير الاكابر، يعني هي من المستحسن يعني باش تكون عندهم قاعه في سيد الشحمي. اليوم عزمت من طرف فريق نادي سيد الشحمي لاحضار هذه المقابله بين بليده وسيد الشحمي، مقابله نظن مستوى مليح، كاين نديه في هذه المباراه. حاجه واحده اخرى نتمناو الخير لسيد الشحمي وين هذا العام راهم صعدوا لقسم ليكسيلونس، دونك نتمناو من الجهات المعنيه نهضر على لي ستورتي لوكال يساعدوا هذا النادي بور بوفوار جوي اون اكسيلونس، وباهي يقعدوا في ليكسيلونس باهي باش نطلعوا باهي نهبطوا، دونك كي باسي ان بون ريكروتمون، دونك يساعدهم من كل جانب الماليه والمعنويه. لا يقعدوا في الاخر ونبارك لهم، جو تري كونتون باسكو جي كاين اصدقاء عندي هنا في كان المدرب عبد الصمد وحتى ملاتي اللي راه حاكم لي جان عندهم لي جونيور عندهم، نتمنى لهم كل خير وان شاء الله يبرزوا في المستوى الاول. حنا صعود اون جورني دو لا فان دو شامبيونون. Le premier objectif est atteint,
رانا اون اكسيلونس بي il nous reste un challenge le play-off في mois de juin pour l'accession pour réaliser l'accession en excellence A c'est-à-dire le dernier palier في البلاد au niveau رياضة كرة اليد. كيف ترى حدود فريق في السعودية لقسم ممتاز بعد هي لا هي الحدود متساوية بس كل نيفو راها سوفال راها متقارب جدا كاع لي زيكيب عندهم نفس الحدود وحنا غادي نروحو اون فا جوي كاع الحدود تاعنا باش نكونو بارمي لي تروا برومي لي تروا ناسيونال اون دونك الحدود تاعنا 100% ان شاء الله باذن الله نكونو بارمي لي تروا اللي يمثلو ان شاء الله يطلعو ناسيونال اون اكسيلونس ا.